اي انا عندي 34 سنه بالتصنيع زين وطلعنا ب 500 وين كنت يا رشيد؟ كل المنشات كل المنشات فريتها كلها حتى منشات صدام رحت لها منشات صدام بالفلوجه زين بس الحديد ما رحت لها كل المنشات فريتها خدمنا وهذا العمر كله راح بعد تعب ونأجي من راتبي يرجع لنا اياه يطفي لنا بس السلك حياك الله يا هلا انا متابعك اي والله شلونك انا اجي من محمد شاع السوداني اريد اشيل لنا السلك يطفي لنا اياها لأن رواتبنا ما تكفي انت وين داوم؟ التصنيع طلع التقاعد اخذت اخذ 15 مليون دا يقصون مني 360 قد راتبك 600 ويا الزياده مال 100 واذا بس يطفي لنا السلك احمى على امك كل شيء ما اريد احنا صاحبين عوائل وصاحبين ايجارات وين قاعد؟ انا بالمحموديه وين بالمحموديه؟ بالعزاب بالشقق بالعزاب؟ ايه شلون العزاب؟ لا يمكن بين القادسيه بين القادسيه والقرقاع كل زينه زينه والله واكو ناس تعبانه وناس حيل تعبانه شقق العزاب حكوميه؟ اي حكوميه تابعه للتصنيع للتصنيع كل القعقاع قعقاع وقادسيه اي نعم واحنا نوجه منك فجاه توصلني صوتك انت بالعزاب قاعد ايجار؟ لا شقتي شقتي انا عندي 34 سنه بالتصنيع زين وطلعنا ب 500 وين كنت يا رشيد؟ كل المنشات كل المنشات فريتها كلها؟ حتى منشات صدام رحت لها زين منشات صدام بالفلوجه زين بس الحديد ما رحت لها كل المنشات فريتها خدمنا وهذا العمر كله راح بعد تعب ونوجه من راتبي يرجع لنا اياه يطفي لنا بس السلك احمد ما اخذ سلك 15 مليون اخذت ام العشره ام العشره راح تخلص بس راح تخلص هذا الشهر بس هذا الشهر اي وراها بقت ام الخمسه بسنه اللوخ مليونين بقن علي اجي من عندك بك توصل صوتنا لهذا ان شاء الله الف رحمه على امك رحم الله والديك وانا متابعك انا متابعك حبيبي على اليوتيوب على هذا الف رحمه على امك محموديه شلون؟ الحمد لله زينه بخير امان تبليط ما قصرت ست فاضي تشتغل وخير من الله الحمد لله شالت التجاوزات بس المجمعات بعدها تعبانه بس المجمعات هسه تبدي بالبيوت مو البيوت ماخذين كل الشارع بس المجمعات حرامات هاي المجمعات المفروض تعتنون بيها شو تسوي ما تقول لي شو تسوي شو تسوي انما نشكو من جاريها منتهيه جاريها مصاب والقذاره تنسى تعال شوف البطاله تكون الناس اللي بيها كلها هي وصخه حيل وصخه ماكو لا صاروخ هي تطب لها لا مجاري لا ما حد هملوها الله يحفظك رحم الله والديك استاذ اكون ممنون منك بس اريد هاي من عندك اكون ممنون منك انت مال لا يا ابي مع السلامه حياك الله حياك الله شلون